يرصد المجلس الأعلى للمرأة اهتماما متزايدا من قبل جهات حكومية وخاصة وأهلية وأفراد بالمشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية التي تمنح لأفضل الجهات المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة، حيث تعمل الجائزة على بيان التطور الإيجابي في السياسات العامة ومدى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص عند التوظيف.